أكد وزير العدل المستشار عمر مروان اهتمام مصر بمنظومة الملكية الفكرية وحقوقها في إطار اعتمادها على منظومة قضائية متكاملة تحفظ تلك الحقوق. جاء ذلك خلال كلمته على هامش توقيع وزير العدل مذكرتي تفاهم مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية بحضور المدير العام للمنظمة العالمية. وأوضح المستشار عمر مروان أن زيارة وفد المنظمة تأتي في إطار التعاون المشترك واتجاه الدولة لدعم حقوق الملكية الفكرية بما يعود على مصر بالنفع والتطور، منوها بأن مذكرتي التعاون تشمل تدريب 300 قاضي في مجال حماية الملكية الفكرية. وأضاف أنه تم تكريم 10 قضاة من الحاصلين على أعلى الدرجات في تقييم نهاية التدريب، لافتا إلى استمرار تلك البرامج التدريبية لكافة أعضاء الهيئات والجهات القضائية، وذلك خلال الفترة القادمة إنفاذا لمبدأ العدالة الناجزة. إن اهتمام جمهورية مصر العربية بحماية الملكية الفكرية تنطلق من رؤية استهدفت بناء منظومة متكاملة للملكية الفكرية تحفظ الحقوق وتحفز على الابتكار وتدعو إلى الإبداع، مرتكزة في ذلك على بيئة تشريعية داعمة لحماية هذه الحقوق ومتابعة مستمرة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.